شكرا يا محمد، كتر خيرك. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا على ال باتيلو فيمورال انستابيليتي، واتكلمنا على الاجزاء الخاصه بالاناتومي والبايوميكانكس. كان لازم نفهم الحته دي. النهارده احنا هنتكلم على الراديولوجي، ويتبقى لينا البارت 3 ان شاء الله اللي هنتكلم فيه على المانجمنت ان شاء الله. ده منظر العيان اللي اتخلعت الباتيلا بتاعته. عادة العيان اللي هيجي لك بالمنظر ده في الأغلب العام هي بنت في ما بين 13 ل 19 سنة، في ميل في الأغلب العام، لكن في ميلز طبعا ممكن يجوا لنا نتيجة تروما غالبا حصلت وهي بتلعب في الملعب، أو نتيجة إنها عندها المقدرة إنها تخلع الباتيلا لوحدها وبإرادتها زي ما بنقول. طيب الابيديميولوجي زي ما قلنا هو في يونج اكتيف فيميلز بالذات في السكند ديكيد اوف لايف. البريفلنس بيتراوح ما بين 6 حالات في كل 100,000 الى 77 حاله في كل 100,000. طبعا بريفلنس مش كتير، بس بقينا بنشوفه دلوقتي احنا كتير. ليه؟ علشان الممارسه بتاعت ولادنا للرياضه بدات تتسع على نطاق اكبر، بدا يبقى في مدارس متخصصه، بدات بتودي دروس رياضيه برايفت وحاجات زي كده، فبدات الاصابات تبقى اكتر. برضو زمان الاويرنس من المدربين او الاويرنس من دكاتره الفرق كان اقل كتير، فكان حتى لو حصل حاله خلع باتيلر ديسلوكيشن كان ممكن المدرب يردها لها في الملعب او دكتور الفريق يردها لها في الملعب، وبعد كده تفضل تعاني هي من تبعات هذا الموضوع لانها من الاول ما تشخصتش مظبوط. طيب ايه الباثولوجي اللي موجود عندنا في حالات الباتيلو فيمورال انستابيليتي؟ دي نفس السلايد اللي شرحناها المره اللي فاتت اللي هي الاستابيلايزرز بتاعت الباتيلو فيمورال جوينت. زي ما قلنا هو عندنا ستاتيك ستابيلايزرز وعندنا دايناميك ستابيلايزرز. الستاتيك زي ما قلنا الباتيلو فيمورال ليجامنت او الميديال باتيلو فيمورال ليجامنت هو اهمهم، لكن قلنا ان في ميديال باتيلو تيبيال ليجامنت وبرده ده مهم، وفي من الميديال باتيلو فيمورال ليجمنت في الميديال كوادريسبس تندون فيمورال ليجمنت، وده بارت من الميديال باتيلو فيمورال ليجمنت. تاني ستاتيك ستابلايزر مهم بالنسبه لي اللاترال ريتيناكيولوم. بعد كده التروكلير جيومتري، الشكل بتاع التروكليا، هل هي ديب تروكليا السلكس بتاعها ديب عشان ياكوموديت الباتيلا بتاعتي في اثناء تاني وفرد الركبه في الفلكشن اكستنشن، وهل انا عندي lateral trochlear facet في حجمها الطبيعي وضعها الطبيعي، لان احنا قلنا دي هي الاوسيس ديفنس او الاوسيس استرات against the lateral patellar subluxation او against the lateral patellar dislocation. الشكل بتاع الباتيلا، الهايت بتاع الباتيلا، وقلنا ان الباتيلا يا التا يا باجا يا اما نورم. الكيو انجل واهميتها بالذات العيانين اللي عندهم جينو فالجم او اللي عندهم فور فوت برونيشن، لان الفور فوت برونيشن او الفلات فوت بيحط الرجل في كيو انجل عالي قوي مشابهه للجينو فالجم. العينين عندهم انكريز فيمورال انتي فيرجن لان بيبقى معاهم ديستورشن في الروتيشن بتاعه التيبيا، وده بيخلي التيبيا عاده عندهم بتخش في اكسترنال، وبالذات العينين عندهم اكسترنال تيبيال تورشن، لان التيبيال تيوبروستي في الحاله دي هتتحرك لاترال، هتزود لي الكيو انجل وهتزود لي التندنسي بتاعه الباتيلا انها تخلع مني. الدايناميك ستابلايزرز قلنا الاكستنسور ميكانيزم بالكومبوننتس بتاعته، لعل اهمها واقواها بالنسبه لنا في الباتيلو فيمورال الميديال الفاستس ميدياليس اوبليكس. طيب يبقى احنا في حالات الباتيلو فيمورال انستابيليتي عندنا ثلاثه ميجور مورفولوجيكال ابنورماليتيز هنتكلم عليهم. اول حاجه العيانين عندهم تروكليار ديسبليزيا. يعني ايه ديسبليزيا؟ ديسبلاستيك يعني حاجه ما اتخلقتش، فبدل ما التروكليار جروف ديب عشان ياكوموديت الباتيلا بتاعتي، لا ده السيرفيس بيبقى فلاتند، وفي بعض الاحيان بدل ما هو لا هو ديب ولا هو فلات، لا ده بالعكس ممكن يبقى كونفكس ويبقى في حاجه ثانيه هنشرحها في الكلاسيفيكيشن بتاعه الباتيلر انستابيليتي. تاني حاجه في المورفولوجي او تاني حاجه في الاشكال او
شكل العظم. الباتيلا التا، الباتيلا التا دي باتيلا اعلى من الطبيعي، وبالتالي مع الني فليكشن واكستنشن الباتيلا ما بيحصلهاش انجيجمنت بروبرلي في التروكليار سالكس او في التروكليار جروف في الوقت المحدد عند 20 او 30 ديجري فليكشن زي ما شرحنا المره اللي فاتت في البايوميكانكس، وبالتالي الباتيلا دي بتفضل اعلى من التروكليار جروف حتى عند 20 و30 و40 ديجري من الني فليكشن، وبالتالي بيبقى عندها تندنسي انها تخلع لاتري. ثالث سبب في المورفولوجي ان التيبيال تيوبروستي نفسها تبقى لاترالايزد، لاترالايزد في العيانين عندهم اكسترنال تيبيال تورشن، في العيانين اللي عندهم جينوري كيرفيتم، في العيانين اللي عندهم انكريزد فيمورال انتي فيرجن. من الفاكتورز اللي ممكن كمان تؤدي للباثيلر انستابيليتي العيانين اللي عندهم ليجامنتس لاكسي، العيانين زي الاهلر دانلوس سيندروم او المارفان سيندروم، دول عيانين الليجامنس نفسها والكونكتيف تيشو بتاعهم الكولاجين بتاعهم مش طبيعي، وبالتالي عنده مقدره عاليه جدا ان هو يحصل له ستريتشنج، وبالتالي تبقى الليجامنتس والام بي اف ال والحاجات دي كلها هتبقى لاكس عندهم، وبالتالي هيبقى عندهم تندنسي اكتر للديسبليزيا. واخر سبب او من الفاكتورز اللي تؤدي الباتيلر انستابيليتي وجود ابنورمال ماسل تون، العيانين اللي عندهم مشاكل في الماسل تونز او العيانين اللي بيخشوا في سيفير كونتراكشن في الكوادريسبس تندون. طبعا الفورس اوف بول واللاين اوف فيكتور ده اللي احنا قلنا عليه اللي هو الجويننج من السنتر بتاع الباتيلا للانتيريور سبيريور سباين، بالتالي بيبقى عندنا لاترال فيكتور عالي قوي قوي مع السيفير او الاكسنتريك كونتراكشن بتاع الكوادريسبس، وبالتالي الباتيلا من السهل جدا انها تخلع في الوضع ده. يبقى احنا عندنا حاجات ثلاثه ميجور مهمين قوي، السالكس او التروكليار جروف نفسه في مشكله، الباتيلا هاي عن الطبيعي وبالتالي عندها تندنسي انها ما يحصلهاش انجيجمنت بدري عند 20 او 30 ديجري فليكشن، وبالتالي عندها تندنسي انها تخلع لاتري، ان التيبيال كيبروستومي نفسها ما تبقاش مظبوطه في مكان. في الاذر فاكتورز زي ما قلنا الانكريزد فيمورال انتي فيرجن، العيانين اللي عندهم تندنسي ان يحصل لاكستي زي الاهلر دانلوس والمارفان سيندروم والابنورمال ماسل تون. طيب ايه الميكانيزم اللي بيحصل عندي علشان يحصل باتيلر ديسلوكيشن؟ اكتر ميكانيزم موصوف هو ان يحصل انترنال روتيشن للفيمر في نفس الوقت اللي بيحصل فيه اكسترنال روتيشن للتيبيا ان ريليشن للفيمر، بينما الفوت يعني فيكسد على الارض والني فليكس بالمنظر ده كده. زي ما قلنا هنا الفيمر هيحصل لها انترنال روتيشن والتيبيا هيحصل لها اكسترنال روتيشن، الرجل ثابته على الارض اوكي، والني في وضع 20 30 ديجري فليكشن، ده الوضع اللي يخلع الباتيلا او نتيجه تروما وقعه مباشره على الني كاب، والني كاب مع الوقعه والارتطام بالارض حصل لها لاترال ديسلوكيشن. لكن طبعا الميكانيزم اللي هو على الشمال ده هو الموست كومن ميكانيزم للباتيلر ديسلوكيشن. ده وضع تاني برضو زي ما احنا شايفين، الرجل فيكسد على الارض، الني فليكسد، الثاي هنا دخل في انترنال روتيشن في نفس التوقيت اللي التيبيا دخلت في اكسترنال روتيشن، وبالتالي عمل لاترال باتيلر ديسلوكيشن وقطع لي الميديال باتيلو فيمورال ليجامنت بالميديال ريتيناك. طيب في عالم فرنساوي شهير جدا، هو ده اشهر واحد يعني كتب على تروكلي او الباتيلو فيمورال انستابيليتي، وده اللي وصف لنا التروكليار ديسبليزيا، وحط التروكليار ديسبليزيا لاربعه تايبس هنشرحهم تاني بالصور بتاعتهم، بس خلونا ناخدهم كده ثيوريتيكال. تايب 1 هو نورمال شيب للتروكليا، لكن التروكليا شالو مش النورمالي ديب تروكليار جروف. تايب بي زي ما قلنا لا، التروكليا هنا فيها ديسبليزيا، بدل ما هي ولا هي شالو لا دي بقت فلاتند خالص، وبالعكس ممكن تبقى كونفكس تروكليا. تايب سي دي التروكليار فاسيتس نفسهم حصل لهم اسيمتري، بقى عندنا فيري هاي لاترال فاسيت وهايبوبلاستيك ميديال فاسيت. تايب دي زي تايب سي لكن
في فيرتيكال لينك ما بين الفاسيتس بنسميه الكليف باتر. طب نتخيل صور مع بعض كده، ده تايب ايه؟ سيبكم من الكروسنج ساينز والسوبرا تروكلير سبيرز والدبل كونتور والحاجات دي، هنشرح الحاجات دي كلها في الجزء بتاع الراديولوجي كويس قوي. انا عايز نركز مع بعض في الكلاسيفيكيشن بتاع الديجور في تروكلير ديسبليز. في تايب ايه زي ما قلنا احنا عندنا تروكلير، والتروكلير واخده تروكلير جروف موجود فيها، بس التروكلير جروف ده شال مش الطبيعي بتاعنا. زي ما قلنا لو بدانا نعدي ال 141 في السالكس انجل، كل ما بدات توسع منك او بدات تبقى بتفتح الانجل بتاعتك، كل ما كان التروكلير جروف هنا شالو، وكل ما كان عندك تندنسي ان يحصل باتيلر ديسلوكيشن. يبقى في تايب اي في نورمال، مش نورمال، في عندنا تروكلير سالكس لكن التروكلير سالكس ده شالو. تايب بي لا، زي ما احنا شايفين هنا ده السيرفس بقى فلات خالص، مفيش اي جروف لتحت، وبالعكس في بعض الاحيان السيرفس ده بيتحول الى كونفكس. تايب سي اللاترال تروكلير اللاترال فيمورال كوندايل او اللاترال تروكلير فاسيت نفسها بقت مور كونفكس، والميديال هنا هايبوبلاستيك، وبالتالي الباتيلا بقى عندها تندنسي هي بتبقى ريستنج فين؟ بتبقى ريستنج على اللاترال تروكلير فاسيت، وبالتالي بيبقى عندها تندنسي اكتر للديسلوكيشن. تايب 4 زي تايب 3 بالظبط، هو اللاترال تروكلير فاسيت هنا بتبقى مور كونفكس ومور بروميننت، ومش الميديال سايد بقى مش هايبوبلاستيك، لا ده فيها زي كليف، عارفين اللي هو اللي بنسميها الجرف اللي بيبقى جنب الجبل، هنا بتبقى ما فيش هنا خالص حاجه تدل على ان كان في ميديال فاسد في يوم من الايام، دي حاجه نازله كده، فكان في سقوط الباتيلا كانها هتسقط في سفح الجبل زي ما بنقول، هو ده الكليف. ناخد الوضع تاني اهو، دي شالو تروكلير جروف او شالو تروكلير سالكس. تايب بي فلات او ايفن حتى كونفكس. تايب سي اللاترال تروكلير فاسيت بقت مور بروميننت، وهنا الميديال فاسيت هايبوبلاستيك. تايب 4 لا ده نفس تايب سي، بس انا ما عنديش اي ايفيدنس ان الميديال فاسيت موجوده اساسا، ده في كليف او زي سفح جبل اللي هي ماشيه اهي، وبعدين مره واحده هتنزل كاننا مش نازله سموثلي هنا زي تايب سي. طيب اما هتجي لي حاله باتيلر انستابيليتي، انا المفروض ابدا ابص معاها على ايه؟ اول حاجه انا محتاج انتروبوستيريور فيو، محتاج لاترال فيو، محتاج سكاي لاين او ميرشنت فيو او سان رايز اللي هي الاكزيال فيوز اللي احنا عارفينها بدرجاتها المختلفه. طيب اهميه البلين اكس راي ايه؟ اهميه البلين اكس راي ان انا اكسكلود بيها وجود اي لوز بادي او اي فراكتشرز حصلت. طيب هي اللوز باديز دي هتطلع منين؟ تخيل الباتيلا اللي هي قاعده في التروكلير جروف خلعت لاترال وهي ماشيه في السكه، يا الكارتليج بتاع الباتيلا نفسه يتكسر اللي هو بتاع الميديال باتيلر فاسد، او اللاترال فيمورال كوندايل اللي جنبها وهي بتتخلع هو ده اللي هيتكسر منه حته وتبقى يا فراكتشر يا لوز بادي. لكن طبعا الموست كومن في اللوز بوديز هي الميديال باتيلر فاسد. طيب الانتروبوستيريور فيو مهم بالنسبه لي ان انا اعمل هور لور ليمب الاينمنت اكس راي ستاندنج فيو، بحيث ان انا اشوف الالاينمنت بتاع الهور لور ليمب بالنسبه لي، العيان ده هل هو عنده جينوفارم، هل هو عنده جينوفالجم؟ طبعا اللي يهمني هنا في الحاله دي هو الجينوفالجم، اذا كان في مشكله في الفيمورال انتي فيرجن بالنسبه لي، اذا كان في مشكله في الاكسترنال تيبيال تورشن او ابص على تيبيال تيبروستي واشوف اذا كانت هي لاترالايزد ولا لا. طيب اللاترال فيو، وده اهم فيو بالنسبه لك لازم تدور عليه، ولازم تخلي بتاع الاشعه يعمل لك ديد ترو لاترال بلين اكس راي.
الترو لاترال فيو ده هو اهم واحد انت هتشخص بيه التروكلير ديسبليزي. خلاص؟ فما نقبلش بالفيلم الموارب، ما نقبلش بالفيلم اللي التو كوندايلز مش جايين فيه على بعض، علشان انا في عندي مجموعه من الساينز اللي هعتمد عليها في التشخيص. عندي حاجه اسمها الكروسنج ساين، عندي حاجه اسمها الدبل كونتور ساين، عندي حاجه اسمها السوبرا تروكلير سبير. خلاص؟ نسيبنا من الاسامي دي، هنشرحها دلوقتي. بس زي ما بقول لك اللاترال فيو هو اهم فيو بالنسبه لك، اول حاجه عشان بيجي لك البوسيبيليتي انك تاسس التروكلير ديسبليزي. تاني حاجه بيدي لك الايفالويشن بتاع الباتيلر هايت. فاكرين المره اللي فاتت شرحنا حاجتين اسمهم الانسال سالفيتي ميثود والكاتون دي شوم. في حاجات تانية، في البلاك بيرن بيل ميثود، في البلاتو باتيلر انجل، حاجات كتير قوي. لكن المهمين قوي بالنسبه لي اللي يهموني قوي الانسال سالفيتي والكاتون دي شوم، هم دول اهم اتنين هيقولوا لي اذا كانت الباتيلا دي باتيلا التا ولا دي باتيلا باجا ولا دي نورمال باتيلا. ده اللي قلنا عليه المره اللي فاتت، الانسال سالفيتي اهو احنا بناخد ده كل الباتيلا لحد الانفيريور بول، وبعدين اخد من الانفيريور بول لحد التيبيال تيوبروس. الكاتون دي شامب لا، انا باخد الارتيكولار سيرفيس بتاع الباتيلا وبعدين من الاعلى نقطه على التيبيال بلاتو الى اللور بوينت على الارتيكولار سيرفيس بتاع الباتيلا. وقلنا ان الكاتون دي شامب اكثر دقه واحسن من الانسان سالفاتي، لان الايبكس بتاع الباتيلا او اللور بول بتاع الباتيلا ده بيفرق من شخص للتاني. كمان العيانين اللي عندهم اوزجود شلاتر او اللي عندهم فراجمنتيشن في التيوبروستي هنا، ساعات الحته دي ما بتبقاش واضحه لك ايه البوينت الاولانيه او اعلى بوينت على التيوبروستي اللي ابدا اخد عليها الميجرمنت بتاعتي. تمام؟ طيب زي ما قلنا ثالث حاجه السان رايز او الميرشنت فيو، وده بنشوف عليه اللاترال باتيلر تيلت، بنشوف عليه اللاترال باتيلو فيمورال انجل، بنشوف عليه الكونجرونس انجل، وبنشوف عليه السالكس انجل. سالكس انجل شرحناها المره اللي فاتت، دي الفيوز المختلفه بدرجات الني فلكشن المختلفه. احنا اكتر حاجه بنعملها في مصر هو الميرشنت فيو، لان فنيين الاشعه هو ده اللي حافظين. الفيوز دي بتبقى اصعب بالنسبه لهم، وبالذات في العيانين عندهم باتيلا انستابيليتي، فكره ان هو ينام على وشه وانك تحط الكاسيت تحت الركبه وانك تعدل او تقابلك البيم علشان يجي يدي لك الفيو، ده صعب شويه. فاحنا اغلبيه الحاجات بتبقى على الميرشنت فيو. زي ما احنا شايفين اهي الدرجات المختلفه عشان نشوف الباتيلر تيلت، وهنا هنشوف الكونجرونس انجل، وهنا السالكس انجل اهي، دي الكونجرونس انجل، دي ده لاين ماشي مع اللاترال فاسات، واللاين الثاني مع الميديال فاسات والانترسكشن بتاعهم، وبعدين ناخد الكونجرونس انجل بتاعي. يبقى انا فني الاشعه من السهل جدا ان هو يديني الاشعه لاترال فيو ويقول لي ان دي لاترال فيو اهي، اكيد دي مش لاترال فيو. طيب هل دي لاترال فيو؟ في بعض الناس هتقول لك اه ما هي مقبوله اهي، اديني شايف الباتيلا واديني شايف الفيبيلا مظبوط، بس التو فيمورال كوندايلز مش جايين سوبر امبوزد على بعض. لا يا جماعه ده مش لاترال فيو، وما ينفعش اعتبر ان ده ترو لاترال فيو. ده الترو لاترال فيو زي ما انتم شايفين كده، تو فيمورال كوندايلز سوبر امبوزد على بعض. انا شايف البوستيريور كورتكس اهو خط واحد، وشايف الانتيريور كورتكس بتاع الفيمر خط واحد، شايف السبيس او الفراغ اللي المفروض يكون ما بين الباتيلا وما بين الفيمورال كوندايل. تمام؟ يبقى انا ما اقبلش اي حاجه من الفيوز دي لانها مش هتساعدني في تفسير مشكله العيان، ومش هتساعدني ان انا اشوف الكروسنج ساين او الدبل كونتور او السوبرا تروكلير بروميننس. دي زي البلين اكس راي اللي شفناها اللاترال.
لو احنا بصينا كده، ده البلومنسات لاين اهو، ويطلع يكمل معايا السلكس لاين. شايفين الخط الاحمر اهو؟ خلاص ده البلومنسات، وبعدين يكمل معايا التروكلير سلكس ويطلع معايا لحد فوق. تمام، دي ركبه طبيعيه. طيب الخط الاصفر ده هو اللي ماشي مع اللاترال فيمورال كوندايل باللاترال تروكلير فاسيت، ومكمل معايا علشان يتلامس مع الانتيريور كورتكس بتاع الفيمر ويكمل لفوق. شايفين؟ هل الخطين دول، الخط بتاع التروكلير جروف والخط بتاع اللاترال فيمورال كوندايل، عملوا كروسنج مع بعض؟ لا، في ستيل ما بينهم مسافه هنا. واحنا قلنا ان التروكلير ديسبليزيا في حاجه اسمها الكروسنج ساين. الكروسنج ساين هي عباره عن ان التروكلير جروف او اللاين بتاع التروكلير جروف ده يكروس، يعدي او يلامس او يلزق في اللاترال فيمورال كوندايل جروف او لاين. طيب نبص على صوره ثانيه برضه. دي مش بيرفكت ديد لاترال، لكن الى حد كبير معقوله جدا. خلاص، ادي الاوتر او الاوت لاين اهو بتاع اللاترال فيمورال كوندايل، وطالع عشان يكمل ويلمس مع الانتيريور فيمورال كورتكس. ده البلومنسات لاين اهو، وده التروكلير جروف اهو، وادي الدوران بتاعه مكمل. هل هو لمس او عمل كروسنج للاترال فيمورال كوندايل؟ لا. تمام، النقطه دي مهمه، عشان كده انا عدتها مرتين. تعالوا بقى نشوف تاني. ادي الاوت لاين بتاع اللاترال فيمورال كوندايل، وادي البلومنسات لاين، وادي التروكلير جروف لاين. هل لمسوا بعض؟ هل حصل كروسنج؟ هل في واحد كروس التاني؟ لا. يبقى دي نورمال تروكلير جروف على اللاترال فيو اكس راي. تعالوا نشوف ديجور لما وصف الكلاسيفيكيشن بتاعته كان ايه المورفولوجي اللي هو اعتمد عليه، واللي احنا هنشوفه على الاكس رايز بتاعتنا. اعلى رسمه من فوق دي الرسمه بتاعت نورمال تروكليا. ادي اللاترال فيمورال فاسيت اهي، او التروكليير فاسيت اهي، ادي اللاترال اعلى واحده فيهم، ثم البوينت الزرقاء دي هي الفلور، ثم البوينت الحمراء اللي هي ايه؟ الميديال فاسيت. خلاص، يبقى انا البوينت الخضراء هي اللاترال، البوينت الزرقاء دي الديبست بوينت على التروكلير جروف، والبوينت الحمراء دي هي الميديال فاسيت. طيب نطبق هذا الكلام اللي احنا خدناه على الاكسيال فيو ده على اللاترال فيو. زي ما قلنا، ده البلومنسات لاين، ده التروكلير جروف، والبوينت الزرقاء دي اللي هي الديبست بوينت اللي موجوده في التروكلير جروف او التروكلير سالكس اهي. هل عملت كروسنج مع الخط الاخضر اللي بيمثل اللاترال فاسيت؟ لا، ما عملتش. هل هي الخط الاحمر دون هيبقى صعب عليك انك تطلعه يعني على الاكس راي، لكن الخط الاحمر ده اللي بيرمز للميديال فاسيت اهو، ثم اللاترال فاسيت الموست انتيريور، واللي وراهم خالص الديبست بوينت بتاعه التروكلير جروف. زي ما احنا شايفين، البوينت الخضراء هي اعلى بوينت اهي، ودي بترمز لللاترال تروكلير فاسيت. البوينت الحمراء تاني اعلى بوينت المفروض، ودي بترمز للميديال تروكلير فاسيت. والبوينت الزرقاء دي هي الموست ديب بوينت اللي على التروكلير جروف. خلاص، دول الثلاثه بوينتس اللي احنا مهمين بالنسبه لنا. والصوره دي دي نورمال تروكلي، نورمال ديب تروكلي. طيب احنا قلنا التروكلير ديسبليزيا يا اما السالكس انجل دي قلت خلاص، او انها بقت فلات. طب تخيل، تعالوا ناخد السيناريو انها الثلاثه بقوا فلات، او السيرفيس ده بقى فلات.
يبقى انا البوينت الخضراء والبوينت الحمراء والبوينت الزرقاء الثلاثه بقوا على نفس اللاين، ما بقاش عندي النورمال الهاي بروتروجن بتاع اللاترال فاسيت والسالكس مش ديب خالص، ادي البوينت الزرقاء اهي والبوينت الحمراء دي الميديال فاسيت. تعالوا نطبق الثلاثه بوينتس دول على اللاترال فيو اكس راي اللي موجود عندنا هنا اهو، ده البرومن سات لاين وادي الجروف وادي الجروف اهي، وبعدين هنلاقي ان الثلاثه بوينتس سوبر امبوزد على بعض، لكن اكتر واحده بتبينهم لي اللي هي بنسميها الكروسنج سايت. ادي احنا فاكرين الصور دي، نرجع تاني علشان الخطين دول الاحمر والاخضر دول ما لمسوش بعض، الخط الازرق والاحمر دول ما لمسوش بعض. هنا ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الخط الازرق اللي هو بيمثل التروكلير جروف اهو عمل انترسكشن وبقى كروسنج على الخط الاخضر والخط الاحمر، يبقى دي بنسميها الكروسنج ساين، وهو ان الموست ديب بوينت اللي المفروض بتاعه التروكلير سالكس بتبقى بعيد عن البوينت بتاع اللاترال فيمورال كوندايل او اللاترال تروكلير فاسيت. لا بالعكس، هنا بقى حصل ايه؟ حصل ان هما الاثنين بقوا كروسنج او حصل انترسكشن، فبدات تبان لي الكروسنج ساين اللي هي احد علامات التروكلير ديسبليزيا او اللي بنسميها الفلات تروكل. طب ايه اللي هيحصل في تايب سي ودي؟ احنا قلنا ان اللاترال بتبقى اعلى بكتير، بس انا برضو عندي فلات تروكلي او ايفن كونفكس تروكلي، والميديال فيمورال كوندايل هايبوبلاستيك يا اما ابسنت خالص وتحولت الى كليف او تحولت الى زي ما بنقول السفح جبل او 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 جرف بيتنزل. اللي حصل هنا ايه؟ ان البوينت الخضراء اللي بترمز لللاترال تروكلير فاسيت والبوينت الزرقاء اللي بترمز الى الموست ديب بوينت في التروكلير سالكس هما الاثنين بقوا مع بعض على نفس اللاين. ده هينتج عنه ايه؟ هينتج عنه انها هيبقى عندي كروسنج ساين. تمام؟ طيب اللي حصل ان الميديال فاسيت يا اما هايبوبلاستيك يا اما مش موجوده خالص وتحولت الى كليف. اللي حصل هنا ايه؟ ان حصل هنا عندي اثنين لاينز، اللاين بتاع التروكلي واللاين بتاع اللاترال فيمورال كوندايل حصل لهم كروسنج، فاحنا بقى عندنا كروسنج ساين. وفي نفس الوقت بقى في لاين مور ديب او مور بوستيريور عن اللاين اللي بتاع الميتنج بتاع التروكلير بوينت واللاترال فاسيت اللي هو بيرمز للهايبوبلاستيك فيمورال كوندايل اهو، وده عمل لي حاجه اسمها الدبل كونتور. يبقى احنا عندنا الدبل، احنا عندنا اول علامه من الراديولوجي بتاع علامات تروكلير ديسبليزيا او الفلات تروكليا ان يبدا يحصل عندي كروسنج سايد اللي هي ما بين التروكلير جروف او التروكلير سالكس لاين، وان هو يبدا يلمس ويكروس اللاترال فيمورال كوندايل والميديال فيمورال كوندايل. اوكي، لو بقينا في تايب سي وتايب دي خلاص اللي هيحصل ايه؟ ان التو بوينتس دول على نفس اللاين فهيحصل ما بينهم كروسنج ساين، لكن اللاين اللي هو بتاع البوينت الحمراء اللي هي الميديال تروكلير فاسيت اللي حصل ايه؟ ان هو بقى راجع لورا، بدل ما الثلاثه بوينتس بقوا سوبر امبوزد هنا، لا ده راجع ورا، عمل لي حاجه اسمها الدبل كونتور. اوكي؟ يبقى خلونا ناخد تعريف ايه الكروسنج ساين. الكروسنج ساين دي حاجه بنشوفها على اللاترال الترو لاترال بلين اكس راي بتاعت الركبه لما اللاين بتاع التروكلير جروف بيكروس الانتيريور بوردر بتاع الفيمورال كوندايل. تمام؟ وده واحد من البريدكتورز بتاعت التروكلير ديسبليزيا، وبيقول لي ان في احتماليه عاليه ان العيان ده او العيانه دي يكون عندهم بوسيبيليتي للباتيلر ديسلوكيشن او باتيلر سبلكسيشن. طيب نبص هنا كده، ادي البلومنسات لاين وادي التروكلير سالكس لاين وهنا اللاترال فيمورال كوندايل لاين اهو. حصل ايه؟ حصل كروسنج. يبقى ده الكروسنج ساين اللي احنا بنتكلم عليه. نسيبنا من الدبل كونتور زي ما قلنا في الحالات اللي فيها
الميديال فيمورال كوندايل هايبوبلاستيك هيحصل لي ايه؟ هيبان لي لاين ورا اللاين ده. هو المفروض ان اللاين بتاع الميديال فيمورال كوندايل ماشي مع نفس اللاينز دي. هو هنا بقى ريسيفنج لورا فعمل لي الدبل كونتور. ناخد الاشعه اللي على ايدنا اليمين. ادي البلومن سات لاين وادي التروكلير سالكس لاين اهو. وادي اللاين بتاع اللاترال فيمورال كوندايل. حصل ايه؟ حصل كروسنج ساين هنا. وده يبقى دليل على ان انا عندي ايه؟ عندي فلات تروكلير. لا ده كمان انا عندي خط اوضح وراهم اهو ريسيفنج لورا. ده اسمه الدبل كونتور ساين. لما بيحصل بامب دي اللي هي السوبرا تروكلير سبير ودي اللي بتبقى موجوده زي الكليف زي ما قلنا كده في التايب دي بتاع التروكلير ديسبليسيا. طيب ايه هي الدبل كونتور ساين؟ الدبل كونتور ساين دي هي ساينز من الساينز اللي بنشخص بيها على ترو لاترال فيو اكس راي التروكلير ديسبليسيا. وده بيبان كانه دبل لاين في الانتيريور اسبكت بتاع الكوندايز. ليه؟ لان الميديال فيمورال كوندايل هنا هايبوبلاستيك والهايبوبلاستيك ميديال فاسات دي بتبقى باينه بوستيريور وديستال للكروسنج لاين. نرجع هنا تاني. بتبقى ادي الكروسنج لاين اهو. دي بتبقى بوستيريورلي وفي بعض الاحيان هتلاقيها مور ديستال شويه. لو قلنا ان الكروسنج ساين حصلت هنا يبقى دي اكستندد مور ديستال و و بوستيريور عن اللاين ده اهو. تاني اهو ادي الكروسنج ساين وادي الدبل كونتور ساين وهنا سوبرا تروكلير سبير برضه هنا سوبرا تروكلير سبير اهي وادي الكروسنج ساين وادي الدبل كونتور ساين. ده في التايب دي تروكلير ديسبليز. طيب ايه هي السوبرا تروكلير سبير دي؟ هي عباره عن بروكسيمال ولاترال اوسيس بروتروبرنس اللي هو بيرمز الى ان اللاترال فيمورال فاسات عندي بتبقى اعلى من الطبيعي وان التروكلير جروف بعدها يا اما فلات يا اما ما عنديش كمان اي ميديال فاسات. اهو لو طلعنا للكلاسيفيكيشن اهو يبقى خلونا نقرا الكلاسيفيكيشن تاني. يا اما انا عندي شالو تروكلير ودي هتعمل لي ايه او فلات تروكلير. الاثنين في الحالتين هيبقى عندي كروسنج سايد. تمام؟ طيب ابدا اشوف تايب سي وتايب دي. هنا اللي حاصل ايه؟ هنا اللاترال فيمورال كوندايل مور بروميننت مور بروترودنج وفي نفس الوقت التروكلير جروف مور اور ليس فلات او بقى كونفكس. وهنا دي هايبوبلاستيك ميديال فاسيت. فهيبقى عندي الدبل كونتور خلاص وهيبقى عندي الكروسنج سايد. طيب لو بقى عندي كليف الحاله دي هيبقى فيه ايه؟ هيبقى عندي السوبرا تروكلر سبير موجوده معايا هنا كمان. يبقى انا عندي الكروسنج ساين عندي الدبل كونتور ساين وعندي سوبرا تروكلر سبير. تمام؟ هم زي ما كررناهم كذا مره. برضه نبص هنا ادي البلومن سات لاين وادي التروكلير جروف لاين وادي الانترسكشن او الكروسنج بتاعه مع اللاترال فيمورال كوندايل. لو مشينا اهو مع الاوت لاين بتاع الفيمورال كوندايل يبقى هنا حصل ايه؟ كروسنج ساين. هنا ادي البلومن سات لاين وادي التروكلير جروف لاين وهنا حصل انترسكشن وعندي سوبرا تروكلير سبير. ولو بصينا ورا هنلاقي ميديال فيمورال كوندايل هايبوبلاستيك وعملت لي دبل كونتور. تمام؟ طيب نراجع تاني الكلاسيفيكيشن بتاع الديجور. تايب 1 قلنا فيها هي فيها تروكلير سالكس او تروكلير جروف لكنه شالو. على البلين اكس راي اللاترال هنلاقي فيه الكروسنج ساين. طب على الام ار اي، على الام ار اي اقدر اقيس السالكس انجل. السالكس انجل لقيناها هنا كام؟ اكتر من 145. يبقى دي ايه؟ دي شالو تروكلير. يبقى دي صوره باللاترال فيو اكس راي، دي صوره بالام ار اي، وده الاكسبلانيشن بتاعت الصور سواء على اللاترال فيو اكس راي او على الام ار اي ايمج. طيب
تايب بي، تايب بي احنا قلنا في الحاله دي بقى عندنا فلات تروكليا، يبقى هيبقى عندي الكروسنج ساين ومعاها السوبرا تروكليا سبير اهم، دي فلات تروكليا اهي اهي. تايب سي، تايب سي ايه اللي حصل فيه؟ اللي حصل فيه ان الفيمورال كوندايل اللاترال فاسيت بقت مور بروميننت، عندي فلات تروكليا وعندي هايبوبلاستيك سبير وعندي هايبوبلاستيك فاسيت زي ما احنا شايفين اهو، ادي اللاترال كونفكستي ودي اللي هينتج عنها البامب او السبير، عندي الدبل كونتور وعندي الكروسنج سايد. تايب دي عندي الدبل كونتور وعندي السوبرا تروكلير سبير وعندي الكروسنج سايد. دي الصور بالبلين اكس راي وبالام ار اي، دي اللي احنا بنسميها الكليف باتر، ما بنشوفهاش كتير قوي الكليف، يمكن التايب سي والتايب بي هما المور كومن اللي احنا بنشوفه اهو. تاني ادي الكروسنج ساين زي ما قلنا، وادي السالكس انجل اهي حوالي 145 او اكتر من 145، هنا لما بقت فلات تروكليا حصل لي السوبرا تروكليا سبير حصل الكروسنج ساين، هنا تايب سي ديجور كلاسيفيكيشن عندي الكروسنج ساين وعندي الدبل كونتور، تايب دي عندي السوبرا تروكليا سبير عندي الدبل كونتور وعندي الكروسنج ساين اللي احنا بنسميها الكليف باترن، اللي هي الكليف ده او النزله دي هي اللي بتبان لي هنا كانها سوبرا تروكلير سبير او سوبرا تروكلير بامب. برضو تاني اهي جريد 1 اه في تروكلير جروف اه صحيح بس ايه شل، ده يعمل لي الكروسنج ساين، هنا لا دي فلات تروكلي هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي السوبرا تروكلير سبير ومعاها الكروسنج ساين. طيب دي جريد سي مور بروميننت لاترال فاسات وهايبوبلاستيك ميديال فاسات، هتعمل لي الكروسنج ساين وهتعمل لي معاها الايه؟ تعمل لي دبل كونتور. جريد 6 او الكليف هيبقى عندي الكروسنج ساين، هيبقى عندي الدبل كونتور وهيبقى عندي السوبرا تروكلير سبير. تمام؟ ده اللي بيحصل لما بيحصل باتيلر ديسلوكيشن على الام ار اي، هنا هتلاقي ان الام بي اف ال ميديال باتيلو فيمورال بدا يفصل وبيتقطع يا اما من عند الميديال فيمورال ايبي كوندايل يا اما من عند الميديال بوردر بتاع الباتيلا في الاتاتشمنت بتاعته. اوكي ده السبير اهي في لاترال فيو اكس راي تاني، والكروسنج ساين طبعا واضحه قوي اهي، والدبل كونتور اهي. طبعا ده السيكونس اوف ايفنتس اللي هيحصل، ان الباتيلا هتخلع لاترال نتيجه ان احنا قلنا حصل انترنال روتيشن للفيمر واكسترنال روتيشن للتيبي. طيب الام ار اي انا بستخدمه في ايه؟ بستخدمه برضو عشان بيساعدني ان انا القط اللوز بوديز اللي موجوده هنا اللي هي الاوستيوكوندرال بون فراجمنتس، وقلنا ان الموست كومن انها تكون طالعه من الميديال باتيلر فاسيت او انها تكون طالعه من اللاترال تروكليار فاسيت او اللاترال فيمورال كوندكت. خلاص بس الموست كومن ايه؟ اللي هي الميديال باتيلر فاسيت. في نفس الوقت الام ار اي بيساعدني ان انا اقدر اشوف مكان التير بتاع الام بي اف ال اللي هو في اغلبيه العظمى هيبقى طالع من الميديال فيمورال كوندايل، لكن في بعض الاحيان بيبقى ديتاتشد من الميديال بوردر بتاع الباتيلا اهو. ده الاتاتشمنت عند الميديال ايبي كوندايل، هتلاقيه هنا ستريتش، هتلاقي هنا في مالتيبل لامينين كده، ده معناها ان بدا يحصل ديسربشن للميديال باتيلو فيمر، هيبقى معايا طبعا هيم ارثروزس اكيد او افيوجن، وهيبقى عندي بون مارو اديما او كونتيوجن حصلت للاترال باتيلر فيمر كوندايل، اللاترال فيمر كوندايل طبعا نتيجه الديسلوكيشن اللي حصل. الام ار اي انا ممكن ابص عليه هشوف حاجه في الميجرمنتس اللي بتتعمل على الام ار اي، حاجه اسمها اللاترال تروكليار انكلينيشن، ده الانكلينيشن اللي موجود ما بين اللاترال تروكليار فاسيت بتاعه التروكليار جروف والبوستيريور كوندايل تانجنشال لاين، عاده الانجل دي اقل من 11، لو اقل من 11 عاده اكتر من 11، لو هي اقل من 11 دي بتنديكيت تروكليار ديسبليز. نبص عليها اهو، ادي لاين اكستندنج على اللاترال تروكليار فاسيت
وادي البوستيرير تانجنشال فيمورال كوندايل لاين اللي احنا خدناه من هنا ونقلناه هنا، الانترسكشن بتاعهم دون المفروض الطبيعي ان هو اكتر من 11، لو لقيناه اقل من 11 يبقى دي تروكلير ديسبليزي. تروكلير ديبس ده ان احنا بنميجر الديستنس ما بين الفلور بتاع التروكليا والتنجنشال لاين الكونكتنج الموست بوستيرير بوينت بتاعت الموست انتيرير بوينت سوري بتاعت الميديال واللاترال فاسيت. لو التروكلير ديبس في الحاله دي اقل من 3 ملي يبقى ده تروكلير ديسبليزي. يعني هنا انا بشوف اعلى بوينت هنا كام وبشوف اعلى بوينت هنا كام وبشوف اعلى بوينت هنا كام، وبعدين اخد اللاين من الموست ديب بوينت دي للتانجنشال اللي لامس الاثنين فيمورال كوندايلز دول الانتيريور اسبكت بتاعهم. لو لقيت المسافه دي اقل من 3 ملي يبقى ده تروكلير ديسبلي. طيب ثالث ميجرمنت ممكن اخده على الام ار اي الحاجه اسمها الفنترال تروكلير بروميننس. خلاص ده الديستنس ما بين الانتيريور كورتكس بتاع الديستال فيمر والموست انتيريور كارتلاجينس بوينت بتاعت التروكلير جروف. لو الديستنس دي اكتر من 8 ملي دي بتساوي تروكلير ديسبيس. رابع ميجرمنت هاخده اللي هو الميديال كوندايل تروكلير اوفست. ده الديستنس ما بين الميديال كوندايل والتنجنشال لاين اللي باسنج ثرو ذا تروكلير جروف وبارلل للبوستيريور فيمورال كوندايل. ده مع التانجنشال لاين ده هيبين لي الميديال كوندايل تروكلير اوفست. طيب الفاسيت اسيمتري ده الريشيو اللي باخده ما بين الميديال واللاترال تروكلير فاسيت لينسز. لو لقينا ان الريشيو دي اقل من 40% يبقى بتساوي تروكلير ديسبليزي. يعني انا باجي خلاص اشوف المسافه دي واشوف المسافه دي واعمل ريشيو ما بينهم. لو الريشيو ده بتاع الميديال ان ريليشن لللاترال اقل من 40% يبقى معناها عندي تروكلير ديسبليزي. يبقى وده الميجرمنت اللي بنسميه الفاسيت اسيمتري. طيب السي تي اهميته ايه؟ السي تي كان طبعا دي قبل الميجرمنت دي ما تتاخد على الام ار اي كان السي تي هو اشهر واكثر طول بنستخدمها في التروكلير ديسبليس. وكان في عندنا ميجرمنت مهم اسمه تي 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 جي ديستنس التروكلير تيوب تيبيال تيوبروستي تروكلير جروف ديستنس. وده بيقيس الديستنس ما بين تو بيربنديكولار لاينز ان ريليشن للبوستيريور كورتكس بتاع الفيمورال كوندايل وعلاقتهم بالتيبيال تيوبروستي او تيبيال تيوبركل والتروكلير جروف. عاده لو المسافه دي اكتر من 20 ملي ده بيكونسيدر اب نورمال. تعالوا نشوف بتتقاس ازاي. اهو ده بيربنديكولار لاين اهو من التروكلير الديبست بوينت على التروكلير جروف للبوستيريور لاين بتاع الفيمورال كوندايل. نقلنا اللاين ده هنا برضو واخدنا البروجكشن بتاعه للتروكلير جروف واخدنا البروجكشن بتاعه للتيبيال تيوبروس. لو المسافه دي اكتر من 20 ملي يبقى ده احد علامات التروكلير ديسبليزي. برضو اهي دي الكاتس بتاعت السي تي اللي فيها التيبيال تيوبروستي وده الكات بتاع السي تي اللي فيه الدبس بتاع التروكلير جروف. وهنا لما ركبنا الصورتين على بعض وقسنا المسافة دي التيبيال تيوبروستي ديستنس ودي التروكلير جروف ديستنس او التروكلير جروف لاين والمسافة اللي ما بينهم دي لو اكتر من 20 ملي يبقى دي احد علامات التروكلير ديسبليزي. ناخد الرسمه التوضيحيه دي الديبست بوينت بتاعت التروكلير جروف اهي وده التانجنشال لاين بالنسبه للبوستيريور فيمورال كوندايل اهو وده الموست بروميننت بوينت على التيبيال تيوبروستي او التيبيال تيوبركل وده البربنديكولار لاين اللي نازل يلامس اللاين التانجنشال مع البوستيريور فيمورال كوندايل. المسافه دي ما بين الديبست بوينت على التروكلير جروف
والموست بروميننت بوينت على التيبيال تيوبروستي ده بنسميها التيبيال تيوبروستي تروكلير جروف ديستنس، ولو دي اكتر من 20 يبقى دي علامه من علامات التروكلير ديسبليزيا. برضو اهي تاني ادي الديبس بوينت على التروكلير جروف، ده التنجنشال لاين اهو، وهنا الموست بروميننت بوينت على التيبيال تيوبروستي البربنديكولار لاين بتاعها اهو، المسافه اللي ما بين الاثنين بعد ما ركبنا الصور على بعضها هو ده، لو اكتر من 20 مللي يبقى ده تروكلير ديسبليزيا. طيب هل التي تي تي جي ديستنس دي اكيوريت يعني مفيش ملهاش حلول؟ لا، بدات اهميتها تتضاءل كتير قوي، لان بتوع الراديولوجي لما بداوا يشوفوا الزاويه بتاعه الني روتيشن ويشوفوا الدرجه بتاعه الني فلكشن وعلى حسب التروكلير ديسبليزيا اللي موجوده، لقوا ان التي تي تي جي ديستنس دي ما اقدرش اكون هو ده الريلايبل ميجرمنت اللي اقدر اخد عليه الميجرمنتس بتاعتي. عشان كده هم عملوا حاجه اسمها تيبيال تيوبروستي بي سي ال ديستنس، لان لقوا الديستنس دي ثابته مهما كانت الني فيها روتيشن، مهما كانت الديجري بتاعه الني فلكشن، مهما كان عندي تروكلير ديسبليزي، هي ما بتتاثرش باي حاجه من الفاكتورز دي، لا الني روتيشن ولا درجه الني فلكشن ولا تروكلير ديسبليزي اللي عندي. ودي ممكن مش محتاج ان انا ادخل العيان اعمل له سي تي، ده انا ممكن اعمل لها ميجرمنت على ايه؟ على الام ار اي، لان الام ار اي هو اكتر واوضح حاجه هتبين لي البي سي ال. خلاص احنا كده يعني كده خلصنا الراديولوجي بتاعنا. ان شاء الله المحاضره الجايه باذن الله هناخد المانجمنت بتاع الباتيلوفيمورال انستابيليتي، هناخد اسامي السندرومز الاوبجكتيف والسبجكتيف باتيلر انستابيليتي، وهنعرف ايه الفرق ما بينهم، هنعرف هنعمل ايه في الولاد الصغيرين او البنات الصغيرين عندهم 13 و14 سنه، وهنعمل ايه برضو في الناس اللي عندهم 20 فما فوق، لان طبعا وجود فايسز في الحته دي عشان الفيكسيشن بتاع الام بي اف ال، عشان برضو العيانين اللي انا هعمل لهم ديبننج للتروكلير سالكس والبارامترز المختلفه، العيانين اللي هعمل لهم انتيريور ميدياليزيشن للتيبيال تيوبروستي، وبالذات لو هو عنده اوبن فايسز اكيد في كونسيدريشن كتيره جدا في التعامل ما بين الادوليسنتس والادلتس في الباتيلو فيمورال انستابيليتي. موضوع معلش كبير شويه، وعشان كده احنا قسمناه على كذا مره. ان شاء الله المره الجايه نقول المانجمنت بتاع الوضع ده ايه، وان شاء الله نبقى كملنا كده الباتيلو فيمورال انستابيليتي. شكرا يا جماعه.